امتى فعلا بنكون نحن بذري عقائدي نظيفي؟ لما ما في عنا الا دين واحد، دين المحبه، وطائفه وحده، طائفه الانسانيه، لغه وحده، لغه القلب، وعقيده اله واحد، كلي الوجود، مش محدود بشخص ولا باسم ولا مختص في نبي معين او رسول، ولا محدود بالمستقبل ولا مخصوص بالماضي، وما مننتظر تجلي من الغيب غياب السماء في مستقبل الايام، بل نسعى بانفسنا لتنقيه وتطهير افكارنا من اجل ان تنقى منا بذور المعتقدات، من نقيها تنقي، لبتصير بذرة عقيدة وعي التوحيد، بذرة عقيدة وعي التوحيد، بذرة عقيدة وعي التوحيد لا يختص بمذهب ولا منطقة ولا دين، ولا يتحدث بأي إنسان ولا بطائفة، لا بزمان ولا بمكان. هذه البذرة، بذرة وعي التوحيد، هي ملك لكل الكائنات، مش فقط البشرية على الأرض، كل الكائنات بكل الطبقات والعوالم، كل المخلوقات. إذن موضوع كبير، أكبر من إنه نتصور، أكبر بكثير من إنه يقال أمام ناس بذورهم العقائدية بعد ربما تكون بذور شوك، فقط مهمته إنه ينتج شوك ليأذي الآخرين. هيك في معتقدات قائمة، غالبية معتقدات البشر على دمار الآخرين، والمعتقدات غير الإيمان، بيفرح شوي، بصير في تناغم قليل لدمار الآخرين، بفكر حاله مخصص رب العالمين، مش عارف إنه ما تمناه للآخر سينعكس عليه، إن مباشرة أو بشكل غير مباشر. فكل شيء أدان فيه الآخرين، كل شيء فكر فيه، شعر فيه، اعتقد فيه ضد الآخرين، باتجاه أذية الآخرين، رح يرجع يأذي نفسه، لأنه بالحقيقة، بالحقيقة أنت مفكر حالك مفصول عن الآخرين، أنت النفس الكلية فيك. إذا ما كنت أنت النفس الكلية، إذا ما كنت أنت ممثول عن النفس الكلية، عن إنه كل الناس من كل الطبقات والأجناس بتخصك، هي النفس الكلية، هي النظرة الشمولية، إذا ما كنت هيك، أنت إذا التربة مش خصبي، التربة مش خصبي، لإنتاج بذرة شجرة العقل الكوني. نحن الآن في زمان ومكان نفوس، عم نزرع بذرة العقل الكلي. منين هي بدها تطلع؟ إذا أفكارنا متشعبة، هيجان فكري آني من قلة سلوكنا الصح، ولما نسعى بمسلك بنلاقي حالنا بعدنا مضطربين وموسوسين، لأنه نسيانين شو في عنا باللاوعي، مخزن أيضا بده يتنظف، مشان ننتج هذا الوعي الكوني بأنفسنا، ويصبح كل مخلوق يمثلنا. يعني المطلب عزيز والسفر بعيد، ونحن بين ذلك موقع للمنون. شو بيساوي الواحد؟ شو هالطريق؟ منين جبت لي هالفكرة؟ عم بتواجهني مع نفسي، عم بتحط لي مراية أمام وجهي، ليش عم بتفرجيني حالي؟ هي الحقيقة هيك، ليش عم بتخليني أتألم؟ خليني بمسكن عقائدي، بكرة بيجي فلان بيخلصني، بكرة بيجي فلان اللي بعتقد فيه بيخلص على الآخرين وأني من أحبابه. ما في هي مسكنات عقائدية. كونوا أنتم مش على أنفسكم ولا تنتظروا من ينير لكم سبلكم، قالها بوذا الحكيم.
فلما بنظر لمعتقدات الجهل فقط، لما بتنظر لمعتقدات الجهل تقدر تميز بذور معتقدات العقل.